لو لعب هذه المباراة وتحصل على البطاقة الصفراء كان راح يغيب المواجهة القادمة، لكن في أسماء مهددة واليوفي يهدد أولا. اليوفي يسجل أولا. تعود في الجهة اليمنى عن طريق اللاعب ميريتي، ميريتي نقلها عرضية عالية بالرأس والثاني، يتقدمون مرة أخرى. اليوفي الكرات الرأسية هي الحل. السامبادوريا كرة موجودة الآن، محاولة تمريرة من مهدي نقلها خطيرة أوتيلو، يقلص الفارق يقلص الفارق أوتيلو، يسجل ويحتفل بهدف. الجهة اليمنى زانولو حاول، زانولي نقلها عرضية، التعادل. نعم التعادل، التعادل. عاد السامبادوريا، تذكر بأنه يحمل تاريخ. رابيو يهيئ الكرة لفاجيلي، لمسة بالأمام، رابيو تسديدة، يا عيني يا رابيو، يا سلام يا رابيو. يرفض التعادل، يرفضون التعادل ويتعهدون. كوستيتش عرضية من كوستيتش، دوشان ينتظر، ودوشان الكرة فيها متابعة، وهدف رابع، هدف رابع فعلها الصغير بمتابعة لكرة دوشان بلاوفيت.